تتواصل بممشى أهل السويس فعاليات الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب والذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتستمر فعالياته حتى 8 سبتمبر المقبل. يأتي ذلك في إطار التوسع في إقامة معارض الكتب بالمحافظات دعما لصناعة النشر. جهود كبيرة تبذلها الدولة من أجل نشر الثقافة والوعي في إطار اهتمام القيادات السياسية ببناء الإنسان المصري. فعاليات معرض السويس للكتاب في دورته الأولى الحالية تعكس هذا الاهتمام، ويأتي المعرض بمشاركة 40 ناشرا من دور النشر الخاصة والمؤسسات الصحفية. المعرض الذي يستمر حتى 8 سبتمبر المقبل يفتح أبوابه يوميا للجمهور من 4 عصرا حتى 1 صباحا. أول مرة بالفعل يقام معرض للكتاب على هذا المستوى من الاتساع، على هذا المستوى من الناشرين من القطاع الخاص. النهاردة لدينا أكثر من 32 دار نشر متنوعة، سواء من دور النشر التابعة لوزارة الثقافة وأيضا دور النشر الخاصة. هذه الدور تقدم الكثير من العروض على الكتب في كل مجالات المعرفة، سواء للأطفال أو للشباب، وأيضا في كل مجالات المعرفة الإنسانية بشكل عام. الهيئة العامة للكتاب وزارة الثقافة بيقيموا الهيئة العامة للكتاب، بتشارك فيه جميع قطاعات وزارة الثقافة منهم الهيئة العامة لأصول الثقافة، بتشارك بكتب، معرض جزء من المعرض كتب وجزء أنشطة فنية بتقدم للطفل والجزء الفني اللي موجود وجزء ثقافي. هذا المعرض يأتي تجسيدا لمساعي الدولة بالتوسع في إقامة معارض الكتاب بالمحافظات دعما لصناعة النشر وزيادة لنسب التحصيل المعرفي من القراءة لدى الجمهور المصري. كنا موجودين لدينا دور تنظيمي واي لواي من أهم المشاريع الموجودة في الوزارة. عندنا أهداف، أهدافنا هي ترويج لأنشطة الوزارة وتنظيم فعالياتها وتنظيم فعاليات خاصة بينا. عندنا إصدارات كتيرة جدا في معرض الكتاب السنة دي، مشتمل على ديني وروايات ونوت بوك وجزء للمدارس. كل حاجة عندنا على عروض وبندعمها، وإن شاء الله المعرض الأول في السويس يكون معرض قوي. البلد هنا عندها وعي وبتقرأ. جبت الولاد عشان نتعرفوا على معرض الكتاب، واشترينا طبعا النوت بالأسماء، واشتريت للولاد للتلوين وكده تمام، والكبير لسه بنشوف عشان عايز روايات. المعرض من أفضل الحاجات اللي اتعملت السنين اللي فاتت، إقبال كبير اللي يقول إن الناس لسه لحد دلوقتي حتى مع وجود السوشيال ميديا ومع وجود وسائل كتير للقراية، لكن يظل الكتاب هو أكبر حاجة وأكتر صديق للبني آدم. ويقام المعرض بممشى أهل السويس على مساحة مقدارها 1500 متر مربع، ويتضمن برنامجا فنيا وثقافيا. المعرض يشارك فيه أكثر من 70 مثقفا من خلال مجموعة من الندوات والفعاليات المختلفة على مدار أيام المعرض، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة المتخصصة المقدمة للطفل.